اعزائي الطلبه والطالبات اهلا بكم مجددا في درس جديد من ماده الرياضيات درسنا النهارده بعنوان البعد بين نقطتين البعد بين نقطتين يساوي الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات احنا لو عندنا ورقه رسم بياني ورسمنا عليها المحاور محور السينات ومحور الصادات زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا دوت أنا عندي قطعة مستقيمة اسمها ن م بدايتها ن وآخرها م أو العكس م ن البداية م والنهاية ن أهم حاجة عندنا نلاحظ ايه؟ إن أنا هفرض إن الميم إحداثياتها س واحد وص واحد والنقطة ن إحداثياتها س اتنين وص اتنين يبقى أنت لو عايز تعرف البعد بين النقطتين م ون، هنقول له بيساوي الجذر التربيعي، تعالى كده نترجم مع بعض القانون بتاعنا، أنت بتقولي مربع فرق السينات، كلمة مربع يعني أس اتنين، فرق السينات يعني أنا هطرح السينات من بعض، السين اللي تعتبر إحداثيات النقطة ن، والسين اللي تعتبر إحداثيات النقطة م، فإحنا هنقول له س اتنين ناقص س واحد. زائد ص 2 ناقص ص 1 الكل تربيع. أهم حاجة عندي ملحوظة في الجزئية ديت إن أنا لو بدأت القانون بتاعي بسين س 2 يبقى لازم أبدأ بـ ص 2 علشان القانون ده ممكن نعمله بصيغة ثانية ممكن أكتب له س 1 ناقص س 2 تربيع يبقى طالما قلت س 1 ناقص س 2 يبقى لازم أقول له ص 1 ناقص ص 2 يبقى أنت لو بدأت بسين س 1 تبدأ بصاد واحد، لو بدأنا بـ س اتنين هنبدأ بصاد ص اتنين، يبقى بالتالي البعد بين أي نقطتين يبقى بيساوي الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. تعالوا كده نطبق مع بعض بتمرين، إذا كانت الالف نقطة إحداثياتها تلاتة وستة، والبه نقطة إحداثياتها سالب واحد وأربعة، فأوجد طول القطعة المستقيمة ب لما نيجي نحل المسألة بتاعتنا القانون بتاعنا بيقول لي إنت لو عايز تعرف طول الالف ب بي يبقى بيساوي الجذر التربيعي ل س اتنين ناقص س واحد تربيع زائد ص اتنين ناقص ص واحد تربيع يساوي تعالوا كده نعوض مع بعض طبعا احنا فرضنا إن ديت س واحد و ص واحد وعندنا هنا س اتنين و ص اتنين تعالوا كده بقى نعوض بالقانون بتاعنا تساوي الجذر التربيعي لسالب واحد ناقص تلاتة تربيع زائد أربعة ناقص ستة تربيع طبعا لما نيجي نجمع سالب واحد وسالب تلاتة هتديني سالب أربعة يبقى سالب واحد وسالب تلاتة تدينا سالب أربعة والتربيع ينزل زي ما هو زائد أربعة ناقص ستة تديني سالب اتنين تربيع طب يلا نفك التربيع سالب 4 تربيعها ب 16 والسالب 2 تربيعها ب 4 4 و 16 لما نجمعهم هيدينا 20 يبقى انا عندي جذر 20 لما نختصره لابسط صوره هيدينا 2 جذر 5 وحده طول وبالتالي يبقى احنا عرفنا ان طول القطعه المستقيمه ا ب هتساوي 2 جذر 5 وحده طول تعالوا كده مع بعض نشوف ملحوظة عندنا الملحوظة بتقول لي إيه؟ بعد أي نقطة م س وص عن نقطة الأصل واو اللي هي صفر وصفر بمعنى القانون اللي احنا درسناه من شوية اللي هو مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات تحت الجذر التربيعي ده ما بين أي نقطتين لكن لما يكون معايا نقطة الأصل اللي هي صفر وصفر فالقانون بتاعنا هيختلف هيبقى بالمنظر ده الواو م. بتساوي الجذر التربيعي ل س تربيع زائد ص تربيع. طب ايه هي السين وايه هي الصاد؟ السين والصاد ده عباره عن احداثي النقطه م. تعالوا نطبق كده مع بعض على الجزئيه دي في مثال. اوجد بعد النقطه جذر و وواحد عن نقطه الاصل. طبعا النقطه بتاعتنا هنفرضها بسين وص يبقى الاحداث السيني بجذر 3 والاحداث الصادي بواحد الحل الواو ميم طبعا الواو اللي هي نقطه الاصل والميم دي النقطه بتاعتنا اللي احداثياتها جذر 3 و1 يساوي الجذر التربيع س تربيع زائد ص تربيع يبقى بتساوي هنشيل السين ونحط مكانها جذر 3 اس 2 التربيع ينزل زائد 1 اس 2 طبعا جذر 3 تربيعها هيدينا تلاتة، والواحد تربيعه بواحد، يبقى معنى كده طلع بيساوي الجذر التربيعي لتلاتة زائد واحد، لما نجمع تلاتة وواحد هيديني أربعة، يبقى جذر الأربعة باتنين وحدة طول، يبقى بالتالي إحنا عرفنا إن البعد بين النقطة جذر تلاتة وواحد عن نقطة الأصل هيطلع باتنين. تعالوا نشوف تمرين كده مع بعض على الجزئية بتاعتنا. إذا كان البعد بين النقطتين ألف وسبعة وسالب اتنين وتلاتة يساوي خمسة اوجد قيمة الألف في التمرين اللي قدامنا دوت بنناقش فكرة بس من نوع خاص اللي هي إحنا اتعودنا في القانون بتاعنا إن إنت تديني النقطتين وأنا اللي أجيب لك البعد طب أنا هنا معرفك إحداثي نقطة بسالب اتنين وتلاتة والنقطة الثانية بألف وسبعة وخلي بالنا إن الألف إحنا ما نعرفش قيمتها بكام بس انت مديني البعد انا المره دي مش عايز اجيبه ده انت مديهولي البعد بخمسه وعايز اعرف قيمه الالف الحل طبعا احنا عارفين ان القانون بتاعنا بيساوي الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات ده قانون البعد فانا قلت ايه الجذر التربيعي هنفترض ان ديت احداثياتها س واحد وصاد واحد والنقطه ديت احداثياتها س اتنين وصاد اتنين والبعد انت مديهولي بخمسه. فأنا هقول لك ايه؟ بما ان الجذر التربيعي س واحد عوضنا عنها بألف، المفروض آه ناقص س اتنين، طب ال اتنين تلاحظ انها بسالب، سالب والقانون سالب يقوم قالب معايا يبقى موجب، اتنين كل تربيع زائد سبعه ناقص تلاته كل تربيع يساوي خمسه اللي هو البعد. دلوقتي انا قدامي معادله عايز اعرف قيمه الألف. أنا ما أقدرش أعرف قيمة الألف إلا لما أخلص من الجذر التربيعي الكبير ده. طب هنخلص من الجذر التربيعي إزاي؟ عن طريق تربيع الطرفين. يبقى لما نربع الطرفين الطرف الأيمن التربيع هياكل الجذر. هيبقى المنظر عندنا أ زائد اتنين أس اتنين زائد طبعًا سبعة ناقص تلاتة تديني أربعة. يبقى أربعة أس اتنين بتساوي ال 25 دي جت منين؟ ما من انت ربعت الطرفين، يعني ربعت الطرف الايمن والطرف الايسر، الخمسه تربيعها تبقى ب 25. نيجي في الخطوه اللي بعديها نقول له انا هفك بقى التربيع بتاع ا زائد 2 اس 2. ازاي؟ مربع الاول زائد مربع الثاني والاول في الثاني في 2. الالف تربيعها ا تربيع، 2 تربيعها باربعه. الاول في الثاني في 2، 2 في 2 باربعه، 4 في ا تديني 4 الف. زائد أربعة أس اتنين بستاشر يساوي خمسة وعشرين، طبعًا هنعمل إيه؟ هنجمع الحدود المتشابهة، هننزل الألف تربيع زي ما هي، زائد أربعة ألف زي ما هي، طبعًا أربعة زائد ستاشر تديني عشرين، طب الخمسة خمسة وعشرين هتعدي الناحية التانية بإشارة مخالفة، يبقى سالب خمسة وعشرين يبقى أنا معايا عشرين ناقص خمسة وعشرين تديني السالب خمسة، الكلام ده بقى يساوي صفر، بقى عندي معادلة. من الدرجة الثانية في مجهول واحد الطرف الأيسر بتاعه بيساوي صفر، يبقى إحنا هنستخدم التحليل. طب لما نيجي نحلل الألف تربيع تحليلها الف, ألف ألف. تعالوا كده ندور مع بعض على عددين أضربهم في بعض يديني خمسة، أطرحهم من بعض يديني واحد، طبعًا هيبقى واحد في خمسة بخمسة، ولو طرحنا خمسة ناقص واحد تدينا أربعة. آخر إشارة سالب، يبقى واحدة سالب وواحدة موجب، الكبير ياخد إشارة الأوسط. يبقى ناتج التحليل عندنا طلع ان ا ناقص واحد مضروبه في ا زائد خمسه تساوي صفر. طبعا هنقسم الورقه بتاعتنا نصين ونقول له احنا عندنا بدل الحل حلين يا اما ا ناقص واحد هي اللي بتساوي الصفر ومنها نستنتج ان الالف بواحد او ا زائد خمسه هي اللي بصفر ومنها نستنتج ان الالف تساوي سالب خمسه وبالتالي يبقى احنا كده طلعنا قيمتين للالف لما تبقى بواحد ولما تبقى بسالب خمسه التطبيق الاول لاثبات ان ثلاثه نقاط على استقامه واحده يمكن ايجاد البعد بين نقطتين من هذه النقاط بمعنى لو انا جيت اديتك ثلاث احداثيات لنقاط مختلفه وقلت لك اثبت لي ان الثلاث نقاط دول هل هم على استقامه واحده ولا ليست على استقامه واحده يبقى ساعتها هنستخدم قانون البعد بين نقطتين طب تعالوا كده نشوف هنكمل الكلام ده ازاي اولا احنا لازم نثبت علشان نعرف ان هم على استقامه واحده ان اكبر بعد يساوي مجموع البعدين الاخرين بمعنى انا عندي ثلاث نقط أنا هجيب البعد بين التلات نقط، يبقى معنى كده أنا هطبق قانون البعد التلات مرات، هنقي أكبر بعد فيهم، ونشوف البعدين التانيين مجموعهم إن طلع بيساوي البعد الكبير، يبقى إحنا على استقامة واحدة، لو طلعت لا تساوي تبقى ليست على استقامة واحدة، بمعنى تعالوا كده نشوف المثال اللي قدامنا ده، مديني تلات نقط، إذا كانت الألف نقطة إحداثياتها سالب اتنين وسبعة. ال ب نقطة إحداثياتها سالب تلاتة وأربعة، الجيم نقطة إحداثياتها واحد وستاشر، إثبت أن النقاط تقع على استقامة واحدة، يبقى زي ما إحنا اتفقنا هنجيب البعد ثلاث مرات، هنحسب البعد ما بين الألف والب، والبعد ما بين ال ب والج، والبعد ما بين الألف والجيم. تعالوا كده نحل مع بعض، هنحسب الأول البعد ما بين الألف والب، فأنا هاخد الألف إحداثياتها س واحد ص واحد والب إحداثياتها س اتنين وص اتنين ويلا بينا نطبق مع بعض هنقول له إيه؟ سالب اتنين لو قلت سالب اتنين المفروض أقول ناقص سالب تلاتة فالسالب في السالب تتضرب تقوم قلبة معانا موجب تلاتة الكل أس اتنين زائد سبعة ناقص الأربعة أس اتنين يساوي تلاتة ناقص اتنين بواحد الواحد تربحها بواحد طب سبعة ناقص أربعة تلاتة تلاتة تربيع يعني تلاتة في تلاتة بتسعة يبقى طلع معايا بيساوي جزر واحد زائد تسعة الناتج بتاعنا بجزر عشرة وحدة طول كده أنا عرفت طول الألف ب تعالوا نحسب بنفس الطريقة البعد ما بين ال ب وما بين الجيم يبقى هنستخدم إحداثيات ال ب وإحداثيات الجيم هنسمي ال ب س واحد ص واحد والج س اتنين ص اتنين ونقول له سالب تلاتة ناقص واحد الكل تربيع زائد 4 ناقص 16 لكل تربيع. طبعا سالب 3 ناقص 1 بسالب 4 سالب 4 تربيعها 16 طب 4 ناقص 16 بسالب 12 تربيعها 44 لو جمعنا 144 زائد 16 هيديني جذر 160 جذر 160 لما اختصرها لابسط صوره هتديني 4 جذر 10 وحده طول كده احنا جبنا طول الألف ب وطول الب ج تعالوا بقى نجيب طول الألف ج طول الألف ج يبقى أنت كده هتستخدم إحداثيات النقطة ألف والنقطة ج يبقى سالب 2 ناقص 1 تربيع زائد 7 ناقص 16 تربيع سالب 2 ناقص 1 بسالب 3 سالب 3 تربيعها 9 طب 7 ناقص 16 تديني سالب 9 تربيعها ب 81 لو جمعنا التسعة مع الواحد وتمانين هيديني جزر تسعين جزر تسعين ده لما بسطه الأبسط صورة هيديني تلاتة جزر عشرة وحدة طول طبعا نلاحظ إيه الناتج عندي طلع جزر عشرة أربعة جزر عشرة تلاتة جزر عشرة مين أكبر واحد في التلاتة؟ طبعا أكبر واحد في التلاتة اللي هو ب جيم ده يعتبر الأكبر عندنا خلاص ناخد الاتنين الصغيرين جذر 10 و3 جذر 10 ونجمعهم مع بعض نلاحظ ايه نلاحظ ان ال ب ج طلعت بتساوي ا ب زائد ا ج ما انت لو جمعت جذر 10 زائد 3 جذر 10 هيدي لك 4 جذر 10 معنى كده اذا ال ا وال ب وال ج على استقامه واحده تعالوا نشوف التطبيق الثاني عندنا كده لو انا جيت قمت راسم لك دايره عليها ثلاث نقط نقطة اسمها ألف و وجيم الميم مركز الدايرة وبتقول لي اثبت ان الالف والب والجيم تقع على دايرة واحدة طب انا اثبت ازاي ان هي تقع على دايرة واحدة الثلاث نقط دول بيقعوا على دايرة واحدة هحسب البعد ما بين النقطة أ والمركز يعني هجيب طول الالف ميم الالف ميم خلي بالك ده عبارة عن نص قطر الدايرة والب م ده برضه نص قطر الدايرة والج م نص قطر الدايرة واحنا عندنا معلومة عارفينها من قبل كده إن أنصاف أقطار الدايرة الواحدة متساوية في الطول يعني أنا لو حسبت البعد ما بين الألف والميم والب والميم والجيم والميم وطلع التلات أبعاد قد بعض يبقى معنى كده إذا الألف والب والج تقع على استقامة واحدة يبقى زي ما احنا قلنا المركز ميم هنثبت ان الميم الف بتساوي الميم ب بتساوي الميم ج فاذا كانت الالف بتنتمي للدايره م يبقى زي ما قلنا الميم الف هيبقى عباره عن نص قطر الدايره وطبعا في عندنا معلومه بتقول لنا محيط الدايره بتساوي اتنين باي نق ومساحه الدايره باي نق تربيع علشان معظم مسائل النوعيه دي. بعد ما بطلب منك إن أنت تثبت إن الألف والب والج بتقع على دايرة واحدة، بطلب منك بقى إن أنت تحسب يا إما محيط الدايرة يا إما مساحة الدايرة. تعالوا نطبق كده مع بعض تمرين: اثبت أن النقاط أ تلاتة وسالب واحد، والب بسالب أربعة وستة، والج باتنين وسالب اتنين، بتقع على دايرة واحدة مركزها م إحداثيات المركز سالب واحد واتنين. وبعد ما نثبت إن الألف والب والج بتقع على دايرة واحدة عايزين نوجد محيط الدايرة بدلالة باي، يعني إيه بدلالة باي؟ يعني أنا مش هعوض عن الباي بـ22 على 7 أو 3.14 من 100، ده أنا هسيبها زي ما هي وهنطلع الناتج بتاعنا بدلالة الباي. تعالوا نبدأ الحل كده مع بعض. أول ما هنبدأ هنجيب البعد ما بين الميم وما بين الألف. يبقى خلي بالك معايا إن الميم عندنا هنسميها مثلا س واحد وص واحد لو انت اشتغلت مع الالف يبقى الالف س اتنين وص اتنين ونقول له الميم الف بتساوي سالب واحد ناقص تلاتة أس اتنين زائد اتنين ناقص ناقص تقلب معايا موجب واحد أس اتنين طب سالب واحد وسالب تلاتة يبقى سالب أربعة سالب أربعة تربحها بستاشر طب اتنين زائد واحد بتلاتة تربيعها بتسعه، طب 16 زائد 9 تديك جذر 25، وال 25 جذرها 5 وحده طول. زي ما حسبنا البعد ما بين المركز وما بين النقطة أ، بنفس الطريقة هنحسب البعد ما بين المركز وما بين النقطة ب. بس خلي بالك معايا إن المركز لو فرضناه س1 واحد ص1 واحد يبقى النقطة ب إحداثياتها تبقى س2 اتنين وص2. اتنين. طب يلا بينا نبدأ كده مع بعض، هنقول له سالب 1 ناقص سالب 4. تقلب معاك بموجب أربعة وما ننساش التربيع زائد اتنين ناقص ستة الكل تربيع يساوي طبعاً أربعة ناقص واحد تلاتة تربيعها بتسعة اتنين ناقص ستة سالب أربعة تربيعها بستاشر تسعة وستاشر يديني خمسة وعشرين والخمسة وعشرين جذرها خمسة وحدة طول زي ما حسبنا الميم أ والميم ب بنفس الطريقة هنحسب الميم ج بتساوي الجذر التربيعي لسالب 1 ناقص 2 الكل تربيع، زائد 2 زائد 2 الكل تربيع. طبعًا إحنا استخدمنا إحداثيات المركز م مع النقطة ج، اللي هي إحداثياتها بـ2 وسالب 2. لما تيجي تحسب سالب 1 وسالب 2، تديني سالب 3 تربيعها بتسعة، و2 و2 4 الأربعة تربيعها 16، 9 و16 25، والـ25 جذرها 5 وحدة طول. نلاحظ إيه؟ ان الميم ا بتساوي الميم ب بتساوي الميم ج فطالما الميم ا بتساوي الميم ب بتساوي الميم ج نقدر نقول له اذا الالف والب والج بتقع على الدايره م والدايره م دي طلع طول نص قطرها بيساوي خمسة وحده طول المطلوب الثاني عندنا في المساله بتاعتنا ان انا عايز اجيب محيط الدايره بدلاله الباي قانون محيط الدايره باتنين 2 باي نق طبعا احنا هنشيل ونحط مكانها الخمسة يبقى 2 في 5 ب 10 باي ويبقى محيط الدايرة طلع ب 10 باي. التطبيق الثالث عندنا لإثبات إن الألف والب والجيم هي رؤوس مثلث لو أنا اديتك ثلاث نقط وقلت لك عايز أثبت إن الألف والب والجيم هي رؤوس مثلث هنثبتها إزاي؟ هنجيب البعد ثلاث مرات أنا هجيب طول الألف ب وطول ب ج وطول الألف ج وبعد كده بعد ما نحسب البعد ثلاث مرات هنقي اصغر ضلعين او اصغر بعدين عندنا ونجمعهم المفروض يطلع مجموع طولي اصغر ضلعين اكبر من طول الضلع الثالث تعالوا كده نشوف ملحوظه عندنا قبل ما نطبق لتعيين نوع المثلث ا ب ج حسب الزوايا نفترض ان انا عندي مثلث اسمه ا ب ج عايز اعرف نوعه قائم زاويه ولا حد زاويه ولا منفرج زاويه بحيث ان الالف ج اطول الاضلاع بمعنى طبعا احنا الاول فرضنا انه مثلث فانت لما بتفرض انه مثلث زي ما اتفقنا هنحسب التلات اطوال اضلاع بتوع المثلث فاحنا نفترض ان اكبر ضلع في الثلاثه هو الالف ج هنعمل ايه بقى هنقارن ما بين مربع الضلع الكبير اللي هو ا ج تربيع ومجموع مربعي الضلعين الاخرين اللي هو ال به تربيع زائد ال ب تربيع ولو لقينا ان ال جيم تربيع اللي هو مربع اكبر ضلع اكبر من الألف به تربيع زائد ال ب تربيع يبقى في الحاله دي نقول له ان المثلث بتاعنا هيبقى مثلث منفرج الزاويه في ب. طيب لو لقينا ان اكبر ضلع عندنا مربعه بيساوي مجموع مربعي الضلعين الاخرين بمعنى ان لقيت ان الالف ج تربيع بتساوي الف ب تربيع زائد ب ج تربيع يبقى معنى كده ان المثلث عندنا هيبقى قائم الزاويه في ب الحاله الثالثه والاخيره لو لقينا مربع اكبر ضلع عندنا اللي هو الالف ج تربيع المره دي اصغر من الالف ب تربيع زائد ب ج تربيع يبقى في الحاله دي هيبقى المثلث حاد الزوايا تعالوا كده مع بعض نشوف التمرين اللي قدامنا ده بين نوع المثلث بالنسبه لزواياه اذا كان احداثيات رؤوس المثلث الالف بواحد وسالب واحد وال ب باتنين وواحد والجيم بسالب تلاته وسالب اتنين الحل طبعا زي ما اتفقنا احنا هنستخدم قانون البعد تلات مرات تعالوا نجيب كده البعد ما بين الألف وما بين الـ ب. أنت علشان تجيب البعد ما بين الألف وما بين الـ ب يبقى هنستخدم إحداثيات الألف وإحداثيات الـ ب. وهنقول له أنا هفرض إن الـ ب س اتنين يبقى اتنين ناقص واحد تربيع زائد واحد ناقص ناقص تقلب معاك بموجب واحد تربيع. طبعًا اتنين ناقص واحد بواحد الواحد تربيعها يديني واحد. طب واحد زائد واحد اتنين اللي اتنين تربحها باربعه طب واحد زائد اربعه يبقى خمسه يبقى الناتج عندي طلع جذر خمسه وحده طول زي ما حسبنا البعد ما بين الالف وما بين ال ب تعالوا نحسب البعد ما بين ال ب وما بين الجيم يبقى هنستخدم احداثيات ال ب اللي هي سالب تلاته النقطه ج سالب تلاته ناقص اتنين كل تربيع زائد سالب اتنين ناقص واحد تربيع طبعا سالب 3 ناقص 2 تديني سالب 5 والسالب 5 تربيعها ب 25 سالب 1 ناقص 2 هتديني سالب 3 تربيعها ب 9 25 زائد 9 يديني جذر 34 وحده طول يبقى احنا حسبنا البعد ما بين النقطه ا والنقطه ب اللي هو طول الالف ب وحسبنا طول ال ب والج مين اللي فاضل عندنا البعد ما بين الالف وما بين الجيم يبقى الألف ج بيساوي الجذر التربيعي لواحد ناقص سالب تلاتة تقلب معاك بموجب تلاتة تربيع زائد سالب واحد ناقص ناقص تقلب موجب اتنين الكل تربيع. طبعاً واحد وتلاتة أربعة تربيعها ستاشر، اتنين ناقص واحد بواحد تربيعها بواحد، طب ستاشر وواحد هيديني جذر سبعتاشر وحدة طول. نيجي نقول له بقى فين أكبر واحد في التلاتة دول؟ طبعا ال ب ج هو اكبر واحد لو ربعناه لو جبنا هنا ال ب ج تربيع طبعا التربيع هيطير الجذر هيديلك اربعه وتلاتين طب لو جبنا مربع ال ب يعني الألف ا ب تربيع مربعه هيديني خمسه طيب ال ا ج تربيع الألف ا ج تربيع لما تتربع التربيع هياكل الجذر يديني 17 لاحظنا ان ال ب ج تربيع ب 34 طب لو جمعنا الالف ب تربيع والالف ج تربيع هيديني كام 22 طبعا زي ما انت شايف هتلاقي ال 34 اكبر من ال 22 يعني ال ب ج تربيع اكبر من الالف ب تربيع زائد الالف ج تربيع يبقى معنى كده إذا الألف والب والجيم هي رؤوس مثلث منفرج الزاوية في ألف. تعالوا كده نشوف مع بعض التطبيق الرابع عندنا محور تماثل القطعة المستقيمة. التعريف ده خدناه السنين اللي فاتت. كان تعريف محور تماثل القطعة المستقيمة هو المستقيم العمودي عليها، عليها يعني إيه؟ يعني على القطعة المستقيمة من منتصفها. اي نقطة في ملحوظة خدناها في تاني اعدادي ان اي نقطة بتقع على محور التماثل تكون على بعدين متساويين من طرفيها والعكس صحيح تعالوا كده نشوف مع بعض التطبيق دوت في المثال المقابل في المثال عندنا في الشكل المقابل زي ما احنا شايفين ألف نقطة إحداثياتها واحد وسالب واحد ب نقطة إحداثياتها واحد وثلاثة إذا كانت الجيم نقطة إحداثياتها سالب واحد وواحد إثبت إنها بتقع على محور تماثل القطعة المستقيمة أ ب. طبعًا إحنا لسه قايلين أنت لو عايز تثبت إن في أي نقطة بتقع على محور التماثل لازم تكون على بعدين متساويين من طرفيها. يبقى أنا هحسب البعد ما بين الألف وما بين الجيم وأحسب البعد ما بين ب وما بين الجيم. إذا طلع طول الألف جيم بيساوي ب جيم في الحالة دي نقدر نقول له إذا الجيم بتقع على محور تماثل القطعة المستقيمة أ ب. الحل؟ هنجيب الأول البعد ما بين الجيم وما بين الألف، يبقى هنستخدم إحداثيات النقطة ج والنقطة ألف وهنقول له سالب واحد ناقص واحد تربيع زائد واحد سالب في سالب يقلب موجب تربيع يساوي سالب واحد وسالب واحد يديني سالب اتنين تربيع أربعة. واحد واحد باتنين 4 أربعة أربعة وأربعة يديني تمانية وجذر التمانية باتنين جذر اتنين وحدة طول زي ما عرفنا إن الجيم ألف باتنين جذر اتنين تعالوا كده نحسب الجيم ب يبقى بتساوي الجذر التربيعي هنستخدم النقطة ج مع النقطة ب هنقوله سالب واحد ناقص واحد الكل تربيع زائد واحد ناقص تلاتة الكل تربيع طبعا سالب واحد وسالب واحد يديني سالب اتنين تربح اربعة واحد ناقص تلاتة بسالب اتنين سالب اتنين 4 اربعة اربعة واربعة يديني جذر تمانية جذر تمانية في أبسط صورة باتنين جذر اتنين وحدة طول نلاحظ ان الجيم الف بتساوي الجيم ب فطالما الجيم الف بتساوي الجيم ب نقدر نقوله إذن اذا الجيم بتقع على محور تماثل القطعه المستقيمه ا ب اخر التطبيق عندنا إذا كان أ و ب و ج شكل رباعي يعني عندنا شكل رباعي عايز أثبت إن الشكل الرباعي ده متوازي أضلاع يبقى ساعتها هنثبت إن كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول بمعنى هثبت إن الألف ب بيساوي ج د ب ج بيساوي الألف د يعني أنت هتحسب قانون البعد أربع مرات ما بين الألف وما بين البِ دي مرة، والبِ والجيم مرة، الجيم والدال تالت مرة، والألف والدال رابع مرة، يبقى أنا هحسب البعد أربع مرات لأربع أطوال أضلاع، ونقارن، لو لقينا كل ضلعين متقابلين متساويين، ما هو الألف بِ مين الضلع المقابل ليه؟ الجيم دال، والبِ جيم مين الضلع المقابل ليه؟ الألف دال. لو لقينا كل ضلعين متقابلين متساويين يبقى اذا الشكل دوت يبقى متوازي اضلاع طيب حبينا نسبه ان الالف ب ج ده المعين برضو هنحسب اطوال الاضلاع اربع مرات وايه كمان ولو قلت لي انه مستطيل برضو هحسب اربع مرات لاطوال الاضلاع لكن هزود القطرين اطوال القطرين رابع حاجة وآخر حاجة عندنا لإثبات أن الألف ب ج د مربع هنثبت أن الأربع أطوال أضلاع الألف ب والب ج والج د دال والألف دال، بس نثبت أن الأربع أضلاع متساوية زي المعين كده إحنا أثبتنا هنا أن الأربع أضلاع متساوية لكن المتوازي والمستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول طيب وإيه كمان وهنجيب أطوال الأقطار يبقى طول القطرين بنستخدمهم مع مين ومين مع المستطيل ومع المربع يبقى نقولها كده مرة تانية لو عندي متوازي أضلاع أو معين أو مستطيل أو مربع أنا بحسب أطوال الأضلاع أربع مرات والمفروض في متوازي الأضلاع والمعين والمستطيل والمربع لما نحسب أطوال الأضلاع نلاقي إن كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول مع متوازي الأضلاع ومع المستطيل لكن المعين والمربع الاطوال الاضلاع كلها متساويه وفي نفس الوقت بالنسبه للمستطيل والمربع هنزود قانون البعد بالنسبه للاقطار يعني المستطيل والمربع بنطبق قانون البعد ست مرات اربعه اضلاع واتنين اقطار لكن متوازي الاضلاع والمعين بنحسب للاضلاع فقط تعالوا كده نطبق مع بعض في التمرين المقابل اثبت ان الالف احداثياتها سالب 2 و5 الب 3 و3 الجيم سالب 4 و2 ليست على استقامه واحده وبعد كده لو انا عندي نقطه اسمها د احداثياتها سالب 9 و4 اثبت ان الشكل ا ب ج د متوازي اضلاع الحل الاول تعالوا كده عشان نثبت ان الثلاث نقط ليست على استقامه واحده نجيب البعد ما بين الالف وما بين الب يعني احنا هنشتغل على احداثيات النقطه الف والنقطه ب النقطه ب إحداثياتها 3 و3 فهنبدا نقول له 3 ناقص سالب 2 تقلب معايا بموجب 2 و3 ناقص 5 تربيع طبعا 3 و2 5 تربيعها 25 3 ناقص 5 سالب 2 تربيعها 4 لما نجمعهم يديني جذر 29 وحدة طول زي ما حسبنا البعد ما بين الألف وما بين البي تعالوا نحسب البعد ما بين البي وما بين الجيم يبقى هنستخدم إحداثيات البي والجيم يبقى هنقول له سالب 4 ناقص 3 الكل أس 2 و2 ناقص 3 الكل أس 2 سالب 4 ناقص 3 يديني سالب 7 سالب 7 تربيحها ب 49 طب 2 ناقص 3 سالب 1 سالب 1 تربيعها ب 1 طب 49 و1 يديني جذر 50 وحده طول تعالوا كده بقى نحسب البعد ما بين الالف والجيم يبقى هنستخدم احداثيات الالف والجيم هنقول له سالب 2 ناقص سالب 4 تقلب معاك بموجب 4 تربيع و5 ناقص 2 تربيع طبعا سالب 2 موجب 4 يديني 2 تربيعها 4 و5 ناقص اتنين 3 تربيعها بتسعة أربعة وتسعة يديني جذر 13 وحده طول نلاحظ ايه نلاحظ ان اكبر حاجه عندنا او اكبر طول عندنا اللي هو ب ج هنقول له بما ان ال ب ج اصغر من ال ا ب زائد ج ا يبقى معنى كده اذا ال ا وال ليست على استقامه واحده طيب انا عايز اثبت بقى اذا كانت الدال بسالب تسعة و4 يبقى الألف والب والجيم والدال يديني متوازي أضلاع يبقى في الحالة دي هنحسب طول الألف دال لو حسبنا طول الألف دال يبقى هنستخدم البعد ما بين الألف وما بين الدال يبقى سالب اتنين ناقص تسعة تقلب معاك بموجب تسعة ومعايا خمسة ناقص أربعة وما ننساش التربيع يساوي تسعة ناقص 2 ب 7 تربيحها ب 49 5 ناقص 4 ب 1 تربيحها ب 1 يعني يديني جذر 50 وحدة طول تعالوا كده نحسب آخر طول عندنا اللي هو ج د يبقى هنستخدم النقطة ج مع النقطة د يبقى معاك سالب 9 ناقص سالب 4 تقلب بموجب 4 تربيع زائد 4 ناقص 2 تربيع طبعا سالب 9 زائد 4 تديني 5 سالب خمسة تربيعها خمسة وعشرين. زائد أربعة ناقص اتنين باتنين الاتنين تربيعها أربعة يعني يديني جذر تسعة وعشرين وحدة طول لما نيجي نقارن نلاحظ إن الألف ج بتسعة وعشرين والجيم د بتسعة وعشرين يعني متساويين ال ب ج والألف د بجذر خمسين فهنقول له معنى كده إن الألف ب بي بيساوي ب د والب ج بيساوي الألف د إذا كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول يبقى إذا الألف ب ج د متوازي أضلاع تعالوا كده مع بعض نشوف تمرين أ ب ج د شكل رباعي الألف ب 5 و 3 ال ب ب وسالب اتنين الج بواحد وسالب واحد والد ب واربعة و اثبت أن الشكل أ ب ج د معين ثم اوجد مساحته الحل احنا علشان نثبت ان معين يبقى احنا هنحسب اربع اطوال اضلاع الالف ب طوله والب ج والج د والالف د والمفروض نلاقي ان الاربع اضلاع متساويه في الطول تعالوا كده نبدا مع بعض ونجيب الالف ب يبقى هنستخدم احداثيات النقطه أ، والنقطه ب يبقى هنقول له 6 ناقص خمسة تربيع وسالب 2 ناقص 3 تربيع 6 5 تدينا 1 تربيعها ب 1 سالب 2 3 بسالب 5 خمسة. سالب 5 تربيعها 25 1 زائد 25 تديني 26 تحت الجذر يبقى الناتج الجذر التربيعي ل 26 وحدة طول بنفس الطريقة زي ما حسبنا طول الألف ب تعالوا نحسب طول ال ب ج طول ال ب ج يبقى أنا هشتغل مع ال ب ومع الجيم يبقى هنستخدم إحداثيات ال ب وإحداثيات الجيم يبقى واحد ناقص ستة أس اتنين زائد سالب واحد ناقص سالب اتنين تقلب بموجب اتنين تربيع. طبعًا واحد ناقص ستة سالب خمسة، سالب خمسة تربيعها يديني خمسة وعشرين، واتنين ناقص واحد تديك واحد تربيعها بواحد، والخمسة وعشرين زائد واحد تديني ستة وعشرين تحت الجذر وحدة طول. بنفس الطريقة، تعالى نحسب كده طول الجيم د. يبقى هنستخدم إحداثيات الجيم وإحداثيات النقطة د، يبقى صفر ناقص واحد تربيع زائد أربعة ناقص سالب واحد، ما تنساش تقلب معاك بموجب واحد تربيع. طبعًا صفر ناقص واحد تربيعها بواحد وأربعة وواحد خمسة تربيعها خمسة وعشرين، يعني الناتج برضو هيطلع بجذر ستة وعشرين وحدة طول. آخر طول ضلع عندنا اللي هو الألف د، يبقى هنجيب إحداثيات النقطة أ والنقطة د، هنقوله خمسة ناقص صفر تربيع. زائد 3 ناقص 4 تربيع 5 ناقص 0 ب 5 تربيعها 25 زائد 3 ناقص 4 سالب 1 تربيعها ب 1 يبقى الناتج عندنا جذر 26 وحده طول نلاحظ ايه نلاحظ ان اطوال الاضلاع متساويه يعني الالف ب بيساوي ب ج بيساوي ج د بيساوي د الالف يبقى معنى كده اذا الالف ب ج د معين طيب المطلوب الثاني عندنا انا عايز اعرف مساحه المعين مساحة المعين بتساوي نص حاصل ضرب طول القطرين، يبقى لازم أجيب أنا طول القطرين، القطر الأولاني وليكن أ ج، يبقى هنستخدم إحداثيات النقطة أ والنقطة ج، يبقى هنقول له واحد ناقص خمسة تربيع، الواحد ده إحداثي السيني للنقطة ج، والخمسة الإحداثي السيني للنقطة أ، يبقى واحد ناقص خمسة تربيع، زائد سالب واحد ناقص تلاتة تربيع، واحد ناقص خمسة بسالب 4 تربيعها ب16 وسالب 1 ناقص 3 بسالب 4 تربيعها ب16 16 و16 يديني جذر 32 اللي هو اختصاره لابسط صوره 4 جذر 2 وحده طول. بنفس الطريقه زي ما حسبنا طول القطر الاولاني ا ج هنحسب طول القطر الثاني ب د باستخدام احداثيات النقطه ب والنقطه د هنقول له صفر ناقص 6 تربيع زائد 4 ناقص ناقص خلي بالك تقلب بموجب يبقى 4 زائد 2 تربيع. 0 ناقص 6 سالب 6 تربيعها 36 4 زائد 6 زائد 2 تديني 6 6 تربيعها ب 36 36 زائد 36 ب 72 ال 72 لما نختصرها لابسط صوره تديني 6 جذر 2 وحده طول. طب انا عايز اجيب المساحه طب انا عندي مساحه المعين بتساوي نص حاصل ضرب القطرين يعني نص في الالف جيم في ب د يبقى لما نضرب النص في أربعة جذر اتنين في ستة جذر اتنين، تديني أربعة وعشرين وحدة مربعة، وبكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية درسنا، أرجو أن تكونوا قد استفدتم، وإلى اللقاء في دروس جديدة من مادة الرياضيات.